هذا ويستمر تدفق النازحين من ولاية الجزيرة وسط السودان إلى مناطق أكثر أمانا. معظم النازحين وصلوا على متن شاحنات كبيرة، بينما قطع آخرون مئات الأميال سيرا على الأقدام وسط ظروف إنسانية قاهرة رصدتها كاميرا الحدث في منطقة أبو دلاق السودانية. هذه مشاهد لأسر نازحة في منطقة أبو دلاق نزحت من ولاية الجزيرة بعد احتياج الدعم السريع ل قراهم ومناطقهم. هذه مضيفة للأسر النازحة من قرى شرق الجزيرة. ذلك المنزل يستقبل آلاف المواطنين الذين نزحوا من ولاية الجزيرة بعد اجتياح الدعم السريع لقراهم في أكتوبر الماضي. هذه المنطقة منطقة أبو دلاق.